السلام عليكم متابعينا الأعزاء. لا توجد اليوم حقائق مملة حول المياه التي تدور في الاتجاه المعاكس في نصف الكرة الجنوبي. بالمناسبة هذا بالتأكيد خطأ. سنخبرك اليوم على ظواهر مذهلة حقا قد لا يعرفها معظم الناس. فدعونا نبدأ. هل تنزعج أنت أيضا عندما تشتري كيسا من رقائق البطاطس اللذيذة لأمسية وتجد نصفها فارغ؟ ليس الأمر أن مصنعي الوجبات الخفيفة جشعون جدا، فداخل العبوة في الواقع ليس مجرد هواء بل نيتروجين، فهو يستخدم للحفاظ على رقائق البطاطس طازجة ومنعها من التعفن. ومن المهم أن يكون هنالك كمية كافية من الغاز تعمل أيضا واقل للصدمات حتى لا تنهار الرقائق قبل فتح الكيس. يمكن أن تكون حفلات الطلاب غريبة جدا، لكن لا شيء يمكن أن يتفوق على الأداء الذي يقدمه الطلاب الجدد في جامعة سانت أندروس في اسكتلندا كل عام كجزء من دعوة الحفل، حيث يخوضون معارك مع بعضهم البعض باستخدام علب رغوة الحلاقة. من الصعب تحديد مصدر هذا التقليد، ولكن يبدو أن شخص من الكلية اعتاد الاستمتاع بهذه الطريقة خلال سنوات دراسته. إن كان حتى التفكير في الذهاب إلى حفل أوركسترا سيمفوني يجعلك تشعر بالملل، هنالك بديل للأوركسترا وهو الآلة الكاتبة. نعم، هذا شيء حقيقي موجود منذ ما يقارب 20 عاما. الآن ننتظر اليوم الذي يسجل فيه بعض مغني الراب مقطوعة موسيقية على هذا الإيقاع. يبدو أن أسماك القرش لا يمكن أن تكون أكثر رعبا مما عليه الآن، ولكن هنالك شيء واحد عنها قد لا تعرفه. يمكن لبعض الأنواع من هذه الحيوانات المفترسة قلب بطونها وسحبها مرة أخرى، وذلك عندما يكونون في حاجة ماسة للتخلص من الطعام السيء أو عندما يكونون متوترين قليلا. يمكن للمرء أن يجد أفكارا مرعبة ومجنونة في التاريخ العسكري. على سبيل المثال، كانت القوات الأمريكية تفكر بجدية في إلقاء أكثر من 1,000,000 خفاش مع قنابل جوية صغيرة على الأوساكا اليابانية. سيكون تأثير العملية أقوى ب10 مرات من تأثير القصف التقليدي، لكن لحسن الحظ لم يتم تنفيذها أبدا. الآن سنخبرك حقيقة ستجعلك على الأرجح تذهب للبحث عن قطتك وتفحص كفوفها. هل سبق لك أن لاحظت أن هذه الحيوانات لديها وسادة إضافية على كفوفها الأمامية لا تلامس الأرض أثناء المشي؟ هذا ممتص للصدمات تماما مثل تلك الموجودة على أحذية الجري لضمان هبوط ناعم. في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك أيام يمكنك فيها رؤية بالون فأر في شوارع مدن مختلفة. هل تعرف لماذا؟ قد تعتقد أن هذه هي الطريقة التي يحتفل بها بعض الناس أثناء الهالوين أو شيئا من هذا القبيل، لكن في الحقيقة هذه الفئران هي رمز لإضرابات النقابات العالمية الأمريكية. ليس من الصعب تخمين ما يريد العمال قوله عندما يعرضون هذا الحيوان احتجاجا على ظروف العمل السيئة. هل لاحظت يوما أن جميع البيض في حاوية لها نفس الحجم، بينما عادة ما يختلف قطرها بشكل كبير في مرحلة التصنيع؟ لهذا سبب اخترع المزارعون منذ سنوات عديدة هذا المقياس المضحك لفرز البيض قبل البيع. في أعماق المحيطات يوجد البطلينيوس الذي يحب إقامة الحفلات. لا تحتاج حتى إلى فعل أي شيء غير أنها تبدو وكأنها كرة ديسكو. تبين بالفعل أن الحيوان يستخدم هذا التأثير الاضطرابي من أجل جذب الفريسة ثم قتلها بضربة واحدة بسرعة البرق. يظهر هذا الفيديو ربما أكثر أسطوانات الفينيل غرابة والتي تم إصدارها على الإطلاق. في الواقع هذا ليس أسطوانة فينيل على الإطلاق، ولكنه قطع من شجرة بال برازيليا البرازيلية. نشطاء البيئة قلقوا لأن هنالك انخفاض حاد في عدد هذه الأشجار. من أجل زيادة الوعي بهذه القضية أطلقوا حملة مؤثرة للغاية. لقد قاموا بفك شفرة المعلومات الموجودة على حلقات بال برازيليا وتحويلها إلى سيمفونية بيانو. على مدار العام الماضي فقد العديد من الأشخاص حول العالم وظائفهم لفترة طويلة، وكان من بينهم سائق سيارة الأجرة. لكن في تايلاندا وجدوا حلا عبقريا لهذه المشكلة. قرر سائق سيارة الأجرة المحترفون زراعة الطماطم والخيار والأعشاب على سطح سيارتهم لإطعام عائلتهم.
هذا الرجل لديه الأغنام الأكثر أناقة في الحي؟ حسناً، لقد لونهم باللون الأحمر ليس من أجل الصور الرائعة على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد سئم هذا المزارع من إنجلترا من سرقة أغنامه، وقرر أن يجعل حياة اللصوص أكثر صعوبة. ربما لاحظت في الأفلام أن بوصلة السفينة مخزنة في صندوق خاص يسمى بيناكل. هل يمكنك تخمين السبب؟ نعم، الأمر بسيط، فهذه البنية تحمي البوصلة من الاضطرابات الخارجية وتقلل من هامش الخطأ. تخيل ما سيظهره هذا الجهاز إذا كانت هنالك هياكل معدنية حوله. يبدو وكأنه عرض غير عادي لطائفة جديدة حدث هنا. في الواقع ما تراه هو ظاهرة طبيعية نادرة تحدث أحيانا في أنهار بطيئة الجريان، وأحيانا حتى في البحيرات. تدور مثل هذه الطوافات الجليدية بفضل الدوامة المتولدة، ولها شكل دائري مثالي لأنها تبدو وكأنها تطحن ضد الجليد المحيط. في العديد من مدن اليوم يمكنك رؤية مثل هذه الحواجز المعدنية التي بدأت تظهر على السلالم والدرابزين والمقاعد والقيود، كل ذلك لمنع المتزلجين والدراجين الهواة في كل مكان من الاستمتاع بالحياة. لكن هؤلاء الرجال لا يستسلمون ولا يزالون يجدون طرقا للحصول على المتعة. تحتوي جميع الفواكه الموجودة في المتاجر تقريبا على ملصقات بيضاوية الشكل والتي يرسم عليها علامة ضرورية للتجارة. وبالطبع هذه الملصقات ليست مخصصة للاستهلاك، ولكن إذا انتهى بها المطاف في معدتك فلا تقلق، لأن الصمغ الملصق مصنوع من مواد طبيعية مثل المطاط، والدهانات المستخدمة هي دهانات غذائية، والورق صالح للأكل تماما. كان إيلون ماسك محقا في أن الروبوتات يمكنها حقا السيطرة على الكوكب، لقد تعلموا كيفية التكاثر. حسنا، وفقا للعلماء من جامعة فيرمونت في الولايات المتحدة الذين اخترعوا هذه الروبوتات، لقد وعدوا باستخدام إكسنوبوت لأغراض سالمة فقط على سبيل المثال في مجال الطب التجديدي. بالإضافة إلى ذلك يمكن التحكم في عملية تكاثرها جيدا على الأقل في الوقت الحالي. قد يقع بعض الأطفال في مشاكل بسبب القيام بذلك، ولكن هؤلاء الرجال في الواقع يتقاضون رواتبهم. نعم، عندما يصبح الجو باردا جدا وتبدأ المفاتيح الموجودة في القضبان بالفشل، يتم أحيانا إشعال النيران في خطوط السكك الحديدية. في الواقع يوجد نظام تدفئة على أي خط سكة حديدية لحالات كهذه، ولكن في بعض الأحيان يفشل ذلك أيضا. عندما يسأم الأمريكيون من لدغات البعوض في الصيف الحار، ببساطة يذهبون إلى عالم ديزني في فلوريدا، ولن تجد أي من هذه الحشرات هناك. بجدية، لا يوجد بعوض في مدينة الملاهي الأسطورية. لتحقيق ذلك استخدم المصممون في عالم ديزني بعض الحيل. أولا، لا توجد أماكن بها مياه راكدة والتي يتكاثر فيها البعوض عادة. أما ثانيا، يوجد مصائد خاصة للحشرات مثبتة حول المحيط. وأخيرا، يعيش جيش كامل من الدجاج على أراضي المتنزه، يأخذون معظم اللدغات. إذا سبق لك أن شاهدت أفلاما أمريكية مخصصة لحرب الفيتنام فلا بد أنك لاحظت أحد التفاصيل. كان لدى العديد من الجنود في ذات الوقت علبة سجائر ورصاص مثبت على خوذهم. أعتقد بأنها مجرد ذخيرة احتياطية. لا، ليس تماما، فعادة ما كانت الرصاصات تعلق في الجزء الخلفي من الخوذة حتى لا تخلط بين زملائهم الجنود أمام العدو في الغابات الكثيفة. لديك بعض الثواني لتخمين ما هو هذا الشيء الغريب. هذا هو جهاز محاكاة ضوء التلفزيون، حيث يقوم الجهاز بإنشاء تأثير التواجد في المنزل في حين أن المالكين ليسوا هناك، ويتم تشغيله تلقائيا بمجرد أن يصبح الظلام خارج النافذة. لكننا نعلم جميعا أن كيفين ماكاليستر من فيلم هوم ألون اخترع هذا مرة في التسعينيات. إذا سألك أحدهم مما تصنع الأوراق النقدية، من المؤكد أنك ستقول من الورق على الفور. على الرغم من أن هذا ليس صحيحا على الإطلاق، ففي العالم الحديث تصنع معظم الأوراق النقدية من مزيج من القطن والكتان، وهذا هو سبب في قدرته على البقاء في حالة جيدة وذلك بعد غسلتين، وتدوم عموما لفترة طويلة. إذا وجدت نفسك في مصنع للطائرات فلا تتفاجأ كثيرا عندما يدفع أحدهم دجاجة في مسدس هواء
ثم يطلقها مباشرة على الزجاج الأمامي للطائرة. هذه الطريقة التي يتأكد بها المهندسون من أن الزجاج يمكن أن يتحمل الاصطدام بالطيور، وهو ما يحدث غالبا أثناء الطيران. يعرف هؤلاء الرجال كيف يستمتعون. مثل حقيقة أنه في العصور الوسطى تمكن النينجا الياباني من تحديد الوقت من خلال حجم حلقة القطط، نظرا لكون هذه الحيوانات حساسة للضوء ونقص الإضاءة الاصطناعية. في ذلك الوقت في أوقات مختلفة من اليوم تتخذ الحدقة شكلا مختلفا. هل يمكنك أن تتخيل كم كان الأشخاص المبدعين في ذلك الوقت؟ نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله.